السواح اغلبهم امريكان بيموتوا في اللون الخمر، لكن الشقره اللي زيك ملهاش تاثير غير على الهنود بس. يا حبيبتي مفيش حد يفضل البلح الامهات اللي وقته بقرشين عن التفاح الامريكاني اللي وقته باتنين جنيه. التفاح الامريكاني في امريكا مراتك مالوش سعر، بيوكلوا للبهايم ده لما يغمق ويعطل. يا جماعه مفيش لزوم للكلام ده، خليها تنزل معايا تحت في الكازينو وانا اوريها مقامها. انا لو نزلت تحت هخليهم يفرشوا الارض تحت رجليا دولارات، وانا لو عايزاهم يوزنوني بالدولارات. ليش كل هالضجه؟ ابو سمره زعلان؟ ايه لم يمزعل اجمل عضو في جسم عصابه خي اسمه، مزعل ان انت البراندي اللي بيكفي الواحد يبص لها من بعيد حتى يسكر. قول لاختك فاهم. بدي افهم انا قبله. ده سوء تفاهم بسيط، سببه مقارنة بين تأثير الصمرة والشقرة على مخاليق الله. أنا ما سمعت مقارنة، أنا سمعت ردح، وهي ده ما بيليق هون. بعدين بيصير بيناتكم بارزة فنية على المسرح. صمرة عم تطعن لميا بخناجر الحركات وسهام الرقصات، ولميا عم ترد عليها بسيوف المغنى ومدافع الآهات. وخي أسمى بيقبض المصاري والليرات، يقصف عمرك. إلك بخت اللي اتشرفت بمعرفتي. هي فعلا فكرة جنان. المهم دلوقتي انه سمرة تعتذر للميا لأنها هي اللي ابتدت. أنا استحيل أعتذر لحد. بعتذر لكم أنا وبفوزكم وبصالحكم كمان. راسك خيتي لميا، راسك أبو سمرة. منيح خدها أحسن.